لمناقشة تمديد الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على إيران وأثر ذلك على الداخل الإيراني وتماسك نظامه، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي الأستاذ نوري حمزة. أستاذ نوري، مرحبا بكم. بداية، يعني كيف تقرأ تمديد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حدث اليوم في واشنطن هي في الواقع تمديد عقوبات ممانعة البيع وشراء السلاح من قبل إيران والجهات التي تتعامل مع طهران حول هذا الموضوع. نعم. فصرحت الولايات المتحدة اليوم وقدمت مسودة بيان إلى دول أعضاء مجلس الأمن ناقص الصين، وقيل أنه المسودة سيقدمونها إلى الصين خلال الأيام القادمة. نعم. ولكن من المتوقع أنه هناك نقاشات حول الموضوع مع بين واشنطن وروسيا، حيث هناك صفقات إيرانية روسية حول موضوع بيع وشراء السلاح، فما زالت هذه المسودة قائمة في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، والولايات المتحدة مصرة على اتخاذ واستمرار سياسة الضغط الرسوى على طهران. أستاذ نوري، تعتقد أن روسيا ستلتزم بالقرار؟ هناك نقاش حول الموضوع، خبراء في واشنطن يتحدثون عن احتمال توافقات بين روسيا وبين الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، وهناك طرف آخر، يعني تصريحات أخرى من قبل السفير الإيراني في موسكو، قال قبل الأيام أن هناك صفقة سلاح كبيرة جاهزة لتسليح الجيش والحرس الإيرانيين من قبل موسكو، ولكن طالما هناك عقوبات دولية حول هذا الموضوع فهناك ممانعة والصفقة متوقفة لحد الآن. فهنا الكفة الراجحة، كفة واشنطن في الواقع هي الراجحة، حيث هناك في صف واشنطن نرى بريطانيا ونرى فرنسا ونرى دول كبيرة من الأخرى من الاتحاد الأوروبي. طيب، هل أستاذ نوري بمقدور إيران خرق العقوبات، خاصة يعني أن الحكومة في العراق تدعم وأيضا لها علاقات قوية مع نظام الملالي في طهران؟ إيران متعودة على خرق القانون الدولي بأكمله، ليس العقوبات وحدها. روحاني منذ أولى أيام استلم السلطة كان يتحدث بشراسة أنه نحن مهما عملت الولايات المتحدة نحن على سبيل المثال في سوق النفط نحن سنبيع النفط، هذا كلام روحاني. ونحن سوف ندعم الميليشيات التابعة لنا، هذا كلام خامنئي. فإيران محترفة بخرق العقوبات، ولكن هناك سياسة الضغط الرسوى اليوم أدت واجبها الأمني والسياسي. فنرى سياسة أمريكا اليوم اتضحت بشكل آخر في الدائرة الإيرانية، حيث نرى في داخل الدوائر الإيرانية بين المسؤولين هناك من يلوم واحد يلوم الآخر، نرى ظريف ينتقد جهة ونرى الحرس ينتقدون ظريف وهكذا، فهذه اللعبة في الدائرة الإيرانية قائمة نتيجة سياسة الضغط الرسوى. أستاذ نوري، مما لا شك فيه أن العقوبات يعني قد أثرت كثيرا على الواقع الاقتصادي، خاصة للمواطن الإيراني الذي لا ناقة له ولا جمل في سياسات نظام الملالي الخارجية، ولكن إلى أي مدى ستفتح تمديد العقوبات الباب أمام مزيد من الاحتجاجات التي تعيشها إيران منذ أكثر من سنة؟ بالطبع، كما شاهدتم وتابعتم قناتكم كانت من القنوات التي قطت احتجاجات إيران. هذه السياسات تركت تأثيرها على البيت الإيراني بشكل كامل، على السياسة الإيرانية، ومن هناك على الاقتصاد الإيراني. بالدرجة الأولى نستطيع نقول هناك، هذا كلام خبراء وليس كلامي أنا، خبراء يعني مختصين في ذات الشأن يقولون أن الموضوع فيما يتعلق بالعقوبات الموجهة نحو طهران هي العقوبات سياسية عسكرية أمنية، يعني ما لها تأثير على حياة المواطن، ولكن هي من جهة أخرى سياسات الدولة الإيرانية تضيق على المواطن، تضيق على المواطن وتتلاعب بسوق المال وبالأسواق الأخرى وبالعملات وإلى آخره. نعم. كي بشكل آخر تمر هذه الأزمات وتلغي باللوم على الطرف الخارجي وعلى الولايات المتحدة،
بينما اللوم عليها هي وما يحدث للشعب الإيراني بأكمله لكل الإيرانيين هي نتيجة طبيعية لسياسات نظام طهران في الإقليم، نتيجة مشروع النووي الفاشل، نتيجة المشروع الصاروخي الفاشل، ونتائج مشاريع أخرى إرهابية امتدت من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا إلى شرق آسيا. فنتائج كل هذه الأعمال الإيرانية اليوم أدت وصلت نتائجها أن المواطن الإيراني مع الأسف يدفع هذا الثمن الباهظ كما قلت. نعم أستاذ، وهو لا لديه ناغة ولا جمل في هذه المشاريع. عبر سكايب من ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة، شكرا جزيلا لكم.